بمناسبة اليوم العالمي للسياحة وتزامنا مع شهر توعية بسرطان الأطفال، نظمت الغرفة الفتية الدولية الوادي بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام ووزارة السياحة الماراثون الرياضي بصمة حب، والذي انطلق من دير مار جرجوس في قرية المشتاية إلى دير مار الياس في بلدة الحواش، ويعود ريع الماراثون لجمعية بسمة التي تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان. ناسبت يوم السياحة العالمي برعاية وزارة السياحة واتحاد الرياضي، اليوم جي سي آي الوادي عم يقدموا الماراثون يلي بعنوان هو بصمة حب. والماراثون اخترنا يكون لسبب سلام وإنساني، اللي هو أطفال بسمة، جمعية بسمة اللي بتعني بأطفال مرضى السرطان. ريع الماراثون بالكامل اللي حيعود للجمعية، آملين أنه نحقق تغيير بحياة طفل أو أكثر. كل الناس من صغار لكبار كله كان حابب يركض لبسمة، حابب يركض لأطفال بسمة لدعم هدول الأطفال، لأنه هني جزء من روحنا يعني. إن شاء الله نكون قدرنا عملنا الواجب، شو ما عملنا ما منوفيهم حقهم. غرفة الفتية الدولية فرع الواجب نشكرهم كثير على هي اللفتة الحلوة، وانه نختاروا جمعيتنا ليقدموا لهذا الدعم، لان عن جد نحن بحاجة دعم كل مواطن سوري. وطبعا الجمعية بتستقبل الاطفال من كل المحافظات السورية بلا اي استثناء. المشاركون من مختلف الاعمار الذين قطعوا مسافة 7 كيلومترات عبروا عن سعادتهم بالانضمام لهذه المبادرة المجتمعية لدعم اطفال جمعية بسمة معنويا وماديا. انا مشارك بالماراثون مشان ادعم اطفال بسمة. مشاركين بالماراثون من دير مار جرجوس، رح نمشي لكنيسة مار الياس بالحواش، رح نمشي دعم لبسمة اذا الله راد مشان نساعد هالاطفال، يعني اقل مشاركة. شاركت بالماراثون بجمعية بسمة لدعم اطفال جمعية بسمة، هن مصابين بالسرطان، بس نحن هدفنا مو الفوز، هدفنا ندعم هدول الاطفال ونقويهم وندعي لهم بالشفاء، وبتمنى من كل واحد بيقدر يدعم هدول الاطفال يدعمهم. طبعا حبيت شارك بالماراثون مشان ادعم الاطفال بسمة، والله يعافيهم ويشفيهم. وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفائزين والداعمين للماراثون، كما قامت بعض المشاركات بالتبرع بقص شعرهن لصالح اطفال الجمعية، وكلهن امل بتكرار هذه المبادرات لرسم البسمة على وجوه اطفال جمعية بسمة. من بلدة الحواش بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.